ايه ده؟ جن نازل استحمى في الترعه هو ومراته؟ خلي بالكم مراته لسه ما نزلتش، هتنزل دلوقتي. عايز اقول لكم يا جماعه حاجه عشان تستريحوا من فيديوهات الجن دي. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. مهما عملنا مش هنقدر نشوف الجن، لا كاميرات مراقبة ولا غيره. ممكن تشوف حاجة بتتحرك، مثلا كرسي بيتحرك الكلام ده، لكن عشان تشوف جن قدامك كده مستحيل. هذا بنص القرآن الكريم. وأتحدى أي حد يقول أنا شفت جن. ممكن يتشكل في صورة كلب مثلا، في صورة ثعبان، لكن عشان يتصور زي كده وهو بيستحمى في الترعة، لا كده ده جن بيستهبل ده.